سيدة الفضيلة، أنا درت قضية خلع الزوج تاعي، عندي 4 أولاد. ومن بعد عاود جا يحلل ويطلب في السماح وهكا، وأنا ما حبيتش نهتم الأطفال تاعي. اسكو دو كي ما نروحش للجلسة المقررة نكون شغل تلاعبت بالقانون ولا شغل؟ اسكي عندي حبيت نعرف اسكو نروح اللي سامحنا. سيدتي سيدتي فقط المحامي عندها سؤال لك حتى نفهموا اكثر القضيه. تفضلي. اسك دخلتي جلسه صلح؟ درتي جلسه صلح؟ مازال 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 جلسه ابتدائيه، مازال ما رحتهاش. راكي في الجلسه الاولى؟ الجلسه الاولى مازال ما حضرتش. حضرتي الجلسه ولا ما حضرتيش؟ هذه هي الاولى. لا لا مازال مازال هذه هي الاولى. اذا ما تحضرهاش هل فيه ربما؟ لا لازم تحضر. دوك نعطوها الاجابه. تفضلي. شكرا لك على اتصالك، تبقى في المتابعه. الله يسلمك. تفضلي استاذه. بون هنا كاين حالتين، الا راهي دايره محامي هو اللي يروح يدير لها عريضه التنازل. داكوغ. واذا ما كانتش دايره محامي تروح هي تتقدم وتتنازل على القضيه تاعها امام رئيس قسم شؤون الاسره. طيب. قالت سامحت انا وياه نتنازل على القضيه ولا. واذا تكون ما حطتش لي بي في محاضر التكليف تاع المحضر القضائي، هنا تشطب القضيه تلقائيا.